أنا يعني بحييك أولا، سعيدة إن احنا نلتقي بحضرتك، يعني الشاعر العامية الكبير الأستاذ يحيى العلاق. الله يخليك. يعني إحساسي وحضرتك بتقول من قلبك شاعر العامية أو الشاعر اللي بيقدم شعر شعبي وعايش وسط الناس، هو متأثر طول الوقت بالأحزان، بالجراح، بالفرح، أو حتى بالملل، بكل شيء وشاعر في وسط الناس. امتى حسيت انك يقف الشعر ولا تستطيع الكلام؟ وامتى حسيت بالتدفق؟ يعني بيجي امتى وازاي؟ لا، هي حتى فترة التوقف هي اختزال، يعني انت تستنبط من الواقع، لكن يمكن الافكار غير كافية لكتابة قصيدة. الشاعر لسان حال الشارع، لسان حال بيئته. أنا دائما مع تحديث القصيدة، يعني أنا مؤمن أنه أكو مفردات اندثرت وأكو مفردات جديدة استحدثت، يعني حتى اللغة تتحدث مثل ما تتحدث الملابس والحاسبات فمرات تكون اللغة مستهلكة. أنا دائما أطمح أن أجدد القصيدة، أجدد الأفكار. دائما ما أشوف قصائدي بها حوار مع الذات، يعني بها دراما داخل النص، وأكيد هي مو تجارب شخصية بمعنى شخصية. يعني أكيد الشاعر ربما يشوف مسلسل يستنبط منها أو يسمع قصة أو بيشعر في الآخرين وتجاربهم. بالضبط، طبعا أكيد. تبقى هي 28 حرف، يعني بس تبقى هي الصياغة مثل صاغة الذهب أو المعادن. كل واحد له أسلوبه. بهذا الخصوص طبعا أنا يعني شغل أقول الشاعر، إحنا دائما نقول الحب والكبرياء، أنت تحب بنفس الوقت، لكن كبرياء الشاعر أكبر من الحب بأكثر من قصيدة. من قصائدك وهي مسجات مهمة لكل من يوقع بمشكلة الحب، هاي المشاكل اللي ما نتخلص من عدها.